العالم كله اتغيرت حساباته آخر فترة، تحديداً آخر 3 شهور مرينا بتحديات وصعوبات كتير قدرت تسيب علامة وتغيير جوه كل واحد فينا. نزلنا الشارع نشوف رأي الناس، ويا ترى الفترة دي غيرت إيه فيهم؟ اللي اتغير جوانا بيبقى ذاكر، ابتديت اخد خطوات ايه اللي ممكن يحصل لقدام، ابتديت افكر طبعا تاني. شخصيتي اتغيرت، ان انا بقيت بهتم بالتفاصيل اكتر من الاول. الواحد لما شاف الامراض وشاف الناس تعبانه كتير فتره في المستشفيات والاعداد كل يوم في الزياده، هو الحرص، الواحد بقى حريص اكتر من اول مليون مره. انا كنت بحب الخروج في الاول وبنزل وكده، بعد كده بقيت اقعد في البيت وما بنزلش غير للضروره. الواحد يعيد تفكيره في حاجات كتير، مصطلحات كتير عندنا اتغيرت زي الأزمة وإدارة الأزمة وإنك أنت تعمل حساب للمستقبل. أنا بقيت بقعد مع أهلي كتير، ما بقيتش أروح دروس، ودي حاجة برضو يعني اتضايق، إن الدروس برضو كانت بتساعدنا في الامتحانات. حاجات كتير جدا، يعني أول حاجة إن أنا بقيت أعتمد على نفسي، مثلا لو أنا لوحدي في البيت ومفيش أي حاجة تقدر تساعدني من بره. اهتمينا طبعا ان مش كل حاجه هي الماديات، لازم الناس تهتم بصحتها اكتر. بدات اطور من نفسي، ان انا بحيث ان انا قعدت اشتغل على نفسي اشوف ايه العيوب اللي فيا وبقيت اصلحها. انا ابتديت ان انا اقرب من عيلتي اكتر وما احاولش اضيع وقت كبير زي ما كنت بضيعه في حاجات تانية. اخر فتره دي قربنا للبيت اكتر، بقى وقتنا كله فيه. قربت من ربنا الحمد لله. وتاني حاجه ان انا بدات اذاكر عشان الثالثه ثانوي وكده، فداخلين على امتحانات. اتغيرنا في النظام، في السلوكيات، ما تفكر يعني شوف حضرتك ده هيعود علينا قد ايه بعد كده. هم غيروا فكرتي عموما عن الحياه، يعني اللي هو لا يعني لا، عيشي يومك كانه اخر يوم، واعملي اللي انت عايزاه واللي انت نفسك تحققيه. وطبعا الواحد اكتشف ان شغل واحد ما ينفعش، وان المفروض لا يعني تبقي في فكره لحياتك، ان انت تحددي في الفتره دي انا هعمل كذا وكذا وكذا ولازم تحققيه.